السلام عليكم خوتي خواتاتي ومرحبا بكم في هذا الدرس الرابع من سلسلة دروس اورلانغ. في هذا الدرس غادي نتكلموا على جوج ديال لي كومبوزون، الاول وهو الريكورد والثاني لي بينار. فلي ريكورد في لغة اورلانغ هما داتا ستراكتشر او ما يكافئ لي ستركتور بلغة سي. هاد لي داتا ستراكتشر تسمح لينا افكتيو مجموعه من المتغيرات لواحد الفاريابل باسم واحد من نوع ريكورد. فالريكورد هي ما يكافئ لي ستركتور في اللونغاج سي. هنا هاد لي ريكورد قبل ما نستخدموهم خصنا نديرو هاد تيغي ريكورد بور ديفينير ريكورد. هنا لو نون ديال ريكورد و لي شون جاول ريكورد. ابري فهاد الفونكسيون انيت اللي تندوزو ليها 3 بارامتر لو نون لاج اي لو سيكس. ابري تنكريو واحد الفاريابل دو تيب ريكورد ستودنت انفو بهاد الطريقه. يعني دياز تتعني راه بغينا نعيطو لواحد الانستانس من هاد من هاد من هاد الريكورد. وهنا تنقومو بتمرير لي فالور، يعني لانديس نيم اللي هو اتوم غسوا نيم، اج غسوا اج، سكس غسوا سكس. هنا هادو سوسون دي اتوم سي با دي فاريابل. وهنا العكس في هاد الفونكسيون ديكود تندوزو ليها ستركتور. يعني هنا هادي غادي ترتورني لينا واحد لا فالور اللي غادي نستوكيوها مثلا في فاريابل اكس. هنا اون فوا غادي ندوزو لو فاريابل اكس لا فونكسيون ديكود غادي يوقع واحد الماتش باترن بحال درنا هنا اكس ايكال غون اكس بحال هكا بحال درنا هاد الطريقه. يعني غادي يدير واحد الماتش واحد لا كوريسبوندونس اونتر الكونتوني ديال فاريابل اكس اللي هو دو تيب ستودنت انفو وهاد لي شون. يعني لو شون نيم في الريكورد اكس غادي يتحط في الفاريابل نيم، و اج غادي يتحط في الفاريابل اج، و سكس غادي يتحط في الفاريابل سكس. وهنا تناخدو هاد لي فالور من بعد درنا الماتش و تنكريو اوكي واحد التوبل كي كونتيان لي فالور. هذا فيما يخص لي ريكورد. الان غادي نقومو بتجربة هادشي. هنا قمنا بتحميل هذاك الموديول الماشين فيرتوال الخاصه بلغه اورلانغ. الان غادي نعيطو الفونكسيون انيت وغادي ندوزو ليها 3 بارامتر. البروميير فهو الاسم، والثاني العمر، والثالث سكس. مثلا محمد كما تلاحظوا ف الريزلتا هو دو تيب ريكورد. الان غادي نافكتيو الريزلتا ديال هاد الفونكسيون الفاريابل اكس بهاد الطريقه. يعني اكس الفاريابل اكس هو الفاريابل عفوا variable x de type student info. الان غادي نعيطو لا فونكسيون ديكود كيما تلاحظوا. ف لا كوريسبوندونس ديال لي موتيف ولا الماتش باترن خاصه بلغه اورلانغ قامت بالديكوداج ديال هاد لي فالور. هنا غادي نهضروا ايضا على سكون ابل دي بينير. فالبينير في لغة اورلانغ هو واحد تشانك من الميموار، و اورلانغ تعطينا
الإمكانية باش بارسيو البينار. في هذا المثال ديال بين هنا تنقوم بالبارس البينار، يعني اننا تندوزو بينار لا فونكسيون بين، وهذاك البينار تيتبارس على شكل ا بي سي، يعني ا على طول ديال 8 ديال لي بيت، و بي 8 ديال لي بيت، و سي 8 ديال لي بيت. يعني مثلا الى دوزنا إلا دوزنا A B C، يعني حرف A غيتكتب على 8 لي بيت، و B على 8، و C على 8. فهادو دي فاريابل. هنا غادي نغوشارجي الموديول هكا بهاد الطريقة، وهنا غادي نديرو بين. بين البين غادي ندوزو واحد البينار كي كونتيان اون شان دو كاركتر فيها ثلاثة الحروف ا و بي و سي بهاد الطريقة. ا بي و سي كما تلاحظوا فالريزولتا كان هو 65 66 67، يعني داكشي اللي دوزتي ليه غادي بارسيه على شكل ارقام. هنا باش يبارسيه على شكل دي كاركتر خصنا ندوزو هاد لو سامبول ديال دولار، يعني دولار تعامل معاه على شكل كاركتر. عفوا بوغ لو مومون غنخليه بحال هكا، وغادي ندير فقط واحد المثال اخر غادي ندير فيه بون. كما تلاحظوا معايا الى دوزنا ارقام هنا غادي توقع لينا ليغور، لان لا طاي ديال لونطري ماشي كوريكت مقارنه مع البارس، يعني خص لونطري تكون لا طاي ديالها هي 8 في 3، يعني 24 بيت. 24 بيت هي 3 ديال الحروف، لان كل حرف تكتب على 8 ديال لي بيت. يعني في الميموار الى بريزونتينا العدد 464 بالبينار وقطعنا 8 ديال لي بيت الاولين على اليسار غتعطينا 52، وقطعنا 8 اللي من وراهم غتعطينا 54، وهنا غادي تعطينا 52. الا بغينا البارسور يقرا عدد كما كان في الطول ديالو، يعني مضاعف 8، خصنا نقولوا ليه سي ولا طاي ديالها هي بينار، يعني ا غيت بارس على 8 و بي على 8، و سي هي لو غاست ديال البينار باينري. بهذه الطريقه نقدروا نعطيوه اون شين دو كاركتير دو تاي فاريابل. كما
كما تطلعتوا معايا فالاول ما تغيرش، يعني ا فهو على 8 ديال لي بيت و بي على 8 ديال لي بيت. نقدروا نديروا واحد المساله اخرى اللي هي بارسيو ا على 16 و بي على 8 و سي هي لو ريست. هنا اشنو غادي يدير؟ غادي ياخذ غادي ياخذ هاد جوج ديال الحروف الاولين على 16 البيت وغادي يعطينا بالبينار العدد لونتي لي ايكيفالون لهاد لي دو شين دو كاركتر، وغادي بريزونتي لينا ربعه عدد ربعه على 8 ديال البيت. وهنا هادشي اللي بقى غادي بريزونتي في السي كما تلاحظوا معايا. فالريزولتا صعيب نتنبؤ به لان تيتعامل معاه بالبينار. فاش يقدروا ينفعونا هاد لي بينار؟ هاد لي بينار نعم سيتي يقدروا ينفعونا في الريزو بحال لي بروتوكول تي سي بي اي بي، لي بروتوكول دابليكاسيون، لي بروتوكول بينار. مثلا الا خدينا بروتوكول يو دي بي، ف بروتوكول يو دي بي هو بروتوكول تلقاه في وسط لابيل تي سي بي اي بي، يعني في البودي ديال البروتوكول اي بي اما يو دي بي ولا تي سي بي. يعني اليو دي بي عنده واحد لا بريزونطاسيون سبيسيال اللي هي سورس ادريس سورس ادريس ديستيناسيون بور سورس اي بور دو ديستيناسيون. و لي بور كما تعرفوا تيكون على 16 البيت، 16 البيت يعني غادي ناخذوا هذاك تشانك ديال الكونتوني تاع الكونتوني ديال الباكي اي بي وغادي نباسيو اون فونكسيون اللي غتكون بهذا الشكل. مثلا هنا غتكون بور سورس بور دو ديستيناسيون ادريس سورس ادريس ديستيناسيون اي كونتوني. وبهذه الطريقه اورلانغ تسمح لينا نامبليمونتيو دي بروتوكول بينار ولا نبارسيو دي بروتوكول بينار. لافونتاج ديال هاد المسألة هي انها تخي غابيد، ان هاد لو كومبيلاتور ديال بينار فهو تخي غابيد لان اورلانغ ما محتاجاش تعامل مع دي لايبغيري اكسترن بور امبليمونتي البينار. مثلا الا خدينا الدرايفر ديال ماي سيكوال في لي زوتر لونغاج، مثلا في البي اتش بي ولا في البايثون، تلقاو هو عبارة على بايند لايبغيري سي، لان لايبغيري سي هي اللي تتامبليمونتي لو بروتوكول بينار ديال ماي سيكول. بينما في اورلانغ تي سوبورتي البينار وفيه بارسور ديال البينار، فان الدرايفر ديال لي باز دوني بحال ماي سيكول فهو مكتوب باورلانغ وما تيحتاجش لونغاج سي بور فير دو با نيفو. وهنا غادي نوريكم واحد ليكزومبل غيال من واحد الدرايفر المسمى ب او ماي سيكوال او اورلانغ ماي سيكوال اللي هو مكتوب توا بهذه الطريقه باستخدام البينار. هاد الدرايفر تقدروا تشارجيوه من جيت هاب تحت اسم او ماي سيكوال. الان غادي ندخل لو دوسيي هنا نخرج او تي بي lib mysql. فهذا هو الدرايفر الخاص mysql. ندخلوا للسورس. الدرايفر فيه 2800 لين فهو صغير نسبيا من ناحية لطاي مقارنة مع دوتخو لونغاج لي اوبليجي يعيطو lib mysql وي مارشاليو لي دوني. هنا غادي نشوف ماي سيكوال بروتوكول ماي سيكوال تي سي بي. فوالا ناخذ هذا المثال. هنا اون ريسوا دي دوني من لا باز دوني فا ماي سيكول تخدم بتي سي بي. يعني هنا السوكيت والتايم اوت اون غوسوا دي دوني
وكما تلاحظوا هنا كما تلاحظوا معايا كاين واحد البارسور دو بينير. هنا ايضا بارسور ديال بينير مثلا باكي لا لونغور ديال الباكي فهي على 24 بيت دو تيب ليتل انديان، نيميرو دو سيكونس على 8 ديال لي بيت، تيب اونتي داتا فوسط هاد الباكي اللي عندها لا لونغور هي هادي وهاد لا لونغور فهي هادي. يعني لا بد الا بغيتي بارسي واحد لو شون خصك تعطيه لا طاي ديالو ولا راه غيبارسي لك كلشي بحال هنا في الريست فهو سكي غاست. يعني هنا بارس بوفر دوزيام باغامتر هو بينار، يعني انت داك البينار اللي تدوز هاد الفونكسيون تتبارسا بهاد الطريقه و الانتيريور ديال الفونكسيون عندك لاكسي لهاد لي شون لهاد عفوا لهاد لي فاريابل اللي هما دي شون في الفورما ديال الباكي. كما تلاحظوا معايا فهاد الموديول تحتوي على عدد كبير ديال البارس الفورما الخاصة بماي سيكوال، ولكن نفس الشيء يعني اما تندوزو داك تشانك ديال بينار البارسور ولا العكس تندوزو هاديك الفورما اللي بغينا كونستخويو في واحد الشكل وتندوزوها الفاريابل بوفر. فالفاريابل بوفر هو بينار تيخضع لهاد الفورما وهكذا. فالبينار من اهم الاشياء في لغة اورلانج. هنا او تي بي وهو اوبن تليفوني بلاتفورم. فالاو تي بي هو واحد المجموعة ديال لي لايبراري تتكون سكون ابل لا بلاتفورم اورلانج او تي بي. هاد لي لايبراري فيهم دي لايبراري كي مانيبيول لي شين دو كاركتر لي طابلو لي ليست. هنا جي اجوتي با مال دوتر لايبراري من جيت هاب بحال هذا جيفي انو بيرمي دو d'encoder et de décoder le JSON. هنا le EPCAP واحد البايند لايبراري PCAP il nous permet d'analyser le trafic réseau sur des interfaces. فهنا كاينين كاع لي لايبراري اللي تحتاجهم. بالنسبه لي زابليكاسيون تي سي بي اي بي غادي تحتاجوا جوج ديال لي موديول، يعني تقدروا تسوبريميو هادشي كامل تخليو جوج ديال لي موديول بور اون ابليكاسيون امباركي. هاد لي موديول هما الموديول كيرنل و الموديول اس تي دي ليب اللي كومونس بار ان اس. هذا اس تي دي ليب فالاس تي دي ليب تحتوي على الداتا ستراكشر منها لي زاربر لي غراف لي شين دو كاركتر لي طابلو لي بروسيسوس اكسيدر. هنا سكون ابل لا ستركتور ديال اون ابليكاسيون اورلانغ، يعني لابليكاسيون اورلانغ ديما تتكون فوسط لو دوسيي. هاد لو دوسيي خص يكون فيه او موان جوج ديال لي سو دوسيي، الاول فهو سورس والثاني ايبين. فايبين هو الدوسيي اللي تيحتوي على لي فيشي كومبيلي ديال الاورلانغ، والسورس فيها السورس كود. بالنسبه للانكلود تيكونوا فيها دي ماكرو ودي فاريابل بري ديفيني و لا ديكلاراسيون ديال لي ريكورد. الان غادي نكسبلوريو هاد الايبين. كما تلاحظوا فكل فيشي كاين في السورس تلقاوه كاين هنا في الايبين افيك ليكستنسيون بيم. فبيم هي ليكستنسيون الخاصه بلي فيشي بينير ديال لا ماشين فيرتوال اورلانغ. الى كتبنا فايل ففايل تعطينا لو تيب دو فيشي تيقول لك راه جيزيب كومبريست. هنا اورلانغ تزيد لا كومبريسيون بور ريدوير لا تاي.
ولكن جينيرالمون سو سون دي فيشي بينير خاصين بأورلانج. الى خدنا هذا الموديول UUID فهو الموديول كي بيرمي دو جينيري دي UUID. فكل موديول او ابليكاسيون اورلانغ تحتوي على لو فيشي .app. فالفيشيي .app هو سكون ابل لو فيشيي دابليكاسيون في سميت لابليكاسيون لا ديسكريبسيون لا فيرسيون اي لو نون دو موديول و لي اكستنسيون انريجستري. فهاد الفيشيي هو كي بيرمي دو ديماري دوتر فيشيي لي بالدور ديالهم تيديماريو دوتر فيشيي حتى تيتكون لينا التشجر ديال دي بروسيسوس اورلانغ. هنا pour tester غادي ندخلو للشيل باش نوريكم هذا الموديول كيفاش خدام. فهو واحد الموديول كي بيرميت دو جينيري دي ايدونتيفيون يونيفرسال يو يو اي دي. كما تلاحظوا فهذا الموديول تي اكسبورتي بليزيوغ فونكسيون. مثلا غادي نستخدمو لا فيرسيون 1 من يو يو اي دي. اللي هي جيت فيرسيون 1 عفوا فيرسيون 1 فان نومبر دو بارامتر هو 0 ولا لا غادي نخدم فقط فيرسيون 4 لان فيرسيون 1 خصني ندوز ليها واحد البارامتر اللي خصني نعاود نجينيريه. كما تلاحظوا تنحصل هنا على يو يو اي دي. فاورلانغ تجينيري واحد يو يو اي دي بالبينار يعني ماشي هذا هو اليو يو اي دي اللي تتعرفوا في لي زوتر لونغاج ولي زوتر بلاتفورم. باش نحول اليو يو اي دي من الفورما بينار للفورما شين دو كاركتر خصنا نعيط لهاد الفونكسيون اللي هي جيت اللي هي لا فونكسيون يو يو اي دي اللي تتكونفيرتي من الفورما بينار الفورما شين دو كاركتر. اللي هي يو يو اي دي تو سترينغ يو يو اي دي جيت في 1 في 4. كما تلاحظوا الان تنحصلوا على دي يو يو اي دي. فهذا فقط باش نوريكم علاقه لي موديول اللي كاينين في لو دوسيي او تي بي ليب بلو تيرمينال وكيفاش تشارجيهم. هنا نكسبلوريو ستيت دي ليب ونشوفوا شويه الكود سورس. كما تلاحظوا اشنو غادي نشوفو اشنو غادي نشوفو نشوفو لي ليست. فالموديول ليست هو من اهم الموديولات اللي كاينين في اورلانغ تسمح لينا نمانيبوليو دي ليست. بحال مثلا append نزيد واحد الفالور لاون ليست نكستري واحد ليست نانفيرسيو لوردر ديال ليست نجينيريو ان اليمون كما شفتي في الدروس السابقه سيكونس نحسبو لا سوم ديال ليست. هنا سكون ابل لا سبيسيفيكاسيون هي واحد لا ديكلاراسيون دو تيب ديال لي فونكسيون يعني لو نون دو فونكسيون
لي نومبر دو بارامتر وشنو تعطينا في الريزولتا. ابخي مثلا هنا اون ديكلار لو تيب، يعني كاي دو تيب تيرم، ان دو تيب بوزيتيف انتجر، توبل ليست دو تيب ليست توبل، و توبل دو تيب توبل. يعني هنا ان بيرمي هاد لا سبيسيفيكاسيون في ايرلانغ انديفينيو لو تيب، يعني لو تيب ديال لي فاريابل دونتري و لي فاريابل دو سورتي. كما تلاحظوا هنا، هنا لاست يعني لو ديرني اليمون في واحد لا فواحد لا ليست، يعني تستخدم لا ريكورسيون. هنا هذا هو الهيدر وهذا الكونتوني ديال لو ريست، تنديروا لا ريكورسيون، تنعيطوا لهاد لا فونكسيون لاست اللي عندها جوج ديال لي فالور. يعني طالما تن ignore la première valeur و تنديروا عاوتاني لا ريكورسيون على دوزيام فالور، وفي لا فان يعني اخر اليمون في لا ليست هو ليليمون اللي تيكون هيدر وما تيكونش تير. يعني اخر اليمون في اون ليست هو ليليمون، هو لو بروميير اليمون ديال اون نوفيل ليست كونستروي انطلاقا من لا ديرنيير بوزيسيون. يعني الديرنيير اليمون ما بقى قدامو حتى شي اليمون واحد اخر، تن فاش تنوصلوا لهاد لو ديرني كا تن اكسبورتيو او اللي هو لو ديرني اليمون. بهاد الطريقه تنقدروا امبليمونتيو لاست اللي هو اخر فالور في واحد ليست بطريقه ريكيرسيف بدون الحاجه لا لي بوكل ولا فور ولا وايل ولا هم يحزنوا. هنا هادي كنت خدمت بها في الدرس السابق اللي هي سيكونس فروم تو، يعني جينيري ليا واحد لا ليست ابتداء من واحد القيمة حتى لواحد القيمة. لا سبيسيفيكاسيون هي فروم ان اونتيي تو اونتيي، و السيكونس هي اون ليست ديال لي زانتيغر. فهي ريكورسيف اون يوتيليزون واحد لاكوميلاتور، ها هو لاكوميلاتور هو لا تروازيام فالور، وهنا تيدير الترجع جوسكا لا فان. هنا في لافان يعني داك لو نومبر دو فالور اللي هو فروم وصل زيرو وهذا ما تيهمناش، والقيمه راه تجينيرات في الاخر تي اكسبورتي ال. وهكذا كما تلاحظوا هذاك الفيشي بوين او ار ال في الدوسي سورس عنده ليست بوان بيم، يعني كل فيشي سورس في لو دوسي دون ابليكاسيون لانغ عندو ان فيشي بوان بيم في الفيشي في الدوسي ديال لي بين. وبالنسبه لون ابليكاسيون اون برودكسيون يعني ما تحتاجوش الكود سورس، غتحتاجو فقط لهاد الكونتوني تاع هاد لو دوسي اي لو فيشي ابي بي بور لانسي فوتر ابليكاسيون. وهذا تيبين على ان اورلانغ فهي لغه رائعه بور ديفلوبي دي زابليكاسيون امباركي. يعني الا حسبنا لا طاي ديال اورلانغ ولا انتربريت ديال اورلانغ تلقاو فيه تقريبا شي 5 حتى 6 ميغا، زائد هاد الموديول اس تي دي ليب وكيرنل تقريبا تنوصلوا ل 10 ميغا ديال اللي فيها الانتربريت و لا بلاتفورم. يعني 10 ميغا فهي صغيره جدا و ادابتي مع لي سيستيم امباركي بارابور او زوتر لونغاج. الا شفنا مثلا البايثون اللي تعطينا 90 ميغا، يعني 90 ميغا و اوبتيميزي. الا شفنا نود جي اس اللي تعطينا 40 ميغا لا بلاتفورم ديال نود، ف 10 ميغا فهي قليله جدا مقارنه مع لزوتر سوليسيون. هذا تيبين على ان اورلانغ فهي لغه امباركي بالدرجه الاولى، و يل فو بيرميت دو ديفلوبي دي زابليكاسيون لي تقدروا ديرهم في دي روبو ولا في دي ميكرو في دي ميكرو اورديناتور بحال داك لو ستيل ديال راسبيري باي بيغل بون و ام 3. يعني تقدروا ديفلوبي واحد لابليكاسيون
وتوتيليزيو فقط هاد لي فيشي بوان بيم اون برودكسيون، وما غاديش تكونسومي لا طاي. نتمنىكم خوتي خواتاتي تكونوا استفدتوا من هاد الجولة السريعة حول ارلانغ، خصوصا لي ريكورد ولي بينار، وتلاقاو في شي درس اخر، والى اللقاء.